نحن نسأل الأستاذ عماد الدين في هذه الحلقة عن مثلا الموقف المصري تجاه ما يجري في سوريا والتعارض الذي حصل بشكل جلي في القمة العربية عندما تحدثت مصر عن موقف روسي وهي تتبنى أيضا أن الرئيس الأسد يجب أن يكون جزءا من الحل وضرورة الحفاظ على الدولة السورية بينما امتعض المتحدث السعودي من هذا الكلام وقال إنه لن يكون هناك الأمير سعود الفيصل طبعا وزير الخارجية وقال إن الأسد لن يكون جزءا من أي حل. على أي أساس يبنى الموقف المصري مما يجري في سوريا كمقدمة حتى نعرف الدور المصري في الملف السوري؟ طيب الأول بس يعني اسمح لي برضو جزء في المنهج. أنا سئلت والإعداد للحلقة سئلت التباين في الموقفين بشأن سوريا وليبيا، لم يخطر ببالي أنكم تسألون عن الخلاف في كل الملفات بطبيعة الحال الزمنية. لا سوريا وليبيا نركز عن سوريا وليبيا خاصة. يا فندم أرجوك يعني أفردتي للضيف مساحة كبيرة صالة وديني فرصة. لا رح أديك طبعا. الخلاف هناك اختلاف بين مصر والسعودية في ملفات كثيرة. نعم هناك تطور حصل بشأن اليمن جعل هناك عديد من الملفات الاستراتيجية تغير. أنا سئلت فقط فيما يتعلق بليبيا وسوريا وقلت أن الوضع ليس جديدا وهذا ما دعاني إلى القول، لكن هل حصل تغير فيما يتعلق بالإخوان ربما، هل حصل فيما يتعلق بقطر ربما، في الخلاف في سوريا ربما. أعود للسؤال الأصلي وهو الموقف من سوريا. منذ جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنذ تم طرد الإخوان من السلطة في 30 يونيو وهناك نظرة إلى أن ما كان يرتب في مصر كان هو نفسه الذي يرتب في سوريا، وبالتالي النظرة المصرية تقدير القيادة المصرية أن الأولوية الرئيسية الآن هي الحفاظ على الحل السياسي والحفاظ على وحدة الأراضي السورية. القيادة المصرية تقول ما قيمة أو ما هي فائدة أن أسقط الأسد ولكن يكون الثمن هو تقسيم سوريا إلى عدة دول. هذا هو المبعث المصري للسعودية، ترى عكس ذلك بطبيعة الحال وعديد من بلدان الخليج أن أولوية إسقاط الأسد مقدمة على كل الأولويات حتى لو كان الثمن أحيانا أن نقوم بصدر عراق آخر. ما هي وجهة النظر الصحيحة؟ الله أعلم. أنا أتحدث عن خيارات الدولتين، وبالتالي هذه النقطة أكرر مرة أخرى، هذا هو الموقف المصري الذي جد بعد 30 يونيو. جماعة الإخوان المسلمين عقد محمد مرسي اجتماعا في استاد القاهرة وقطع العلاقات مع سوريا و يعني كان حوله كل قادة السلفيين الجهاديين ودعوا إلى الجهاد من استاد القاهرة في آخر أيام محمد مرسي. فبالتالي نعم حصل هناك افتراق بين الموقفين، هل هذا يناسب السعودية أم لا هذا موضوع آخر. وبالتالي الموقف المصري كما قلت وأسلفت في البداية هو مستمر منذ تقريبا 30 يونيو، لم يحدث به تغير. يعني هذا هو الموقف الطبيعي لمصر، كان لم تكن مصر تعبر بوضوح عن أن الأسد جزء من الحل إلا يمكن في الشهور الثلاثة أو الأربعة الماضية. طيب ما بواعث هذا الموقف أستاذ عماد؟ هل من أجل مصلحة الأمة العربية كما يقال في تحليلات الكثيرين وأن مصر تريد أن تعود من باب واسع في القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية السورية؟ على أي أساس تتبنى هذا الموقف؟ ظني الشخصي وطبقا لما أراه من مشاهدات مصر لا تدعم يعني القضية بالنسبة لها ليست الأسد بشخص الأسد أو نظامه، هي وحدة سوريا والحفاظ على الوحدة السورية باعتبار هذا أيضا من أمن القوم المصري. والدليل على ذلك أن القاهرة استضافت أكثر من اجتماع للمعارضة السورية، هناك اجتماع يرتب له لكل المعارضة في القاهرة قريبا. هي القضية بالنسبة للقاهرة أو كما يقول المسؤولون في المصريين هي الحفاظ على مساران متلازمان، وحدة الأراضي السورية والحل السياسي. بما أن أي من الطرفين لا يستطيع أن يحسم المعركة عسكرية على الأرض فنحن بصدد معادلة صفرية.